جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول: أخوكم في الله محمد حسين محمد صلاح من صنعاء. الأخ محمد يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: سمعت بأن العطور في رمضان تفطر الصائم إذا شم رائحتها، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. العطور التي يتطاير منها شيء إلى الأنف كمسحوق المسك والبخور الذي يدخن في المباخر، هذا إذا قصدت شمه فإنه يخل بصيامك، لأن له أجزاء تدخل إلى أنفك وتتصاعد إلى دماغك وإلى جوفك، فإذا قصدت شم هذه الأشياء التي لها جزئيات تدخل في أنفك فإن ذلك يؤثر على صيامك، عليك أن تتجنبها. أما العطور التي ليس لها أجزاء تتصاعد إلى الأنف وإنما هي مجرد رائحة، العطور السائلة وما أشبهها، فهذه لا تؤثر على الصيام ولا يمنع الصائم من استعمالها. نعم.